شقيق الرائد علي إشياع قال إن أخاه خرج بواجب رسمي وطالب الحكومة بالوقوف موقفا رسميا أمام تهديدات البطاط، فلنستمع. ما يصير عمي، واحد لازم يفهم الموضوع. شنو الأمر؟ أمر بالنسبة للرائد علي، رجال طلع بواجب من قبل قائد الشرطة، من قبل القضاة، وأمر تحري وأمر قاضي راح بيه، ما راح تايه بحده على السيد. ثانيا السيد اللي منكم شو، أكو ناس ما ترفع عليه كاظينها، عندهم كريستالة وعندهم زيبق وعندهم أمور غير أمور، يعني ما جابوه تايه، هم جماعة المتهمين جابوه. زين، هاي ثانيا. الثالثة، احنا ناشد وزير داخلية السيد عقيل الخزعلي بأن اتخاذ إجراء لازم بالموضوع هذا، وبالنسبة الرائد علي رجل أمني وما يقبل لا برشوة ولا بأي أمر. هو حاط بحواسم عاليا، خاب عداك مرتشي، لا عاليا حواسم حاط، ومعروف رائد علي رجال شجاع وما يقبل على العراق بتاتا، ما يقبل. الله وكيلك ما عم تكتلك. زين، وناشد دولة الوزراء بالموضوع هذا بحل النزاع بين علي وبين واثق البطاط وبين الحمودي، عشان الحمودي بن المالك. احنا ناس بالنسبه للسيد واثق البطاط بايران ونهددنا، اذبح عائلته، اسوي راسه طفايه، ايش سوى سوى، تعال هنا وسوى. يعني اكو علم عراقي، علم عراقي هنا موجود، دوله العراق هاي موجوده، شق الحلف شق.